المباراة المرتقبة والمنتظرة، دقائق قليلة على بدايتها، عمليات الإحمال مع استمرار تدفق الجماهير. بعد قليل من ملعب يوروبا بارك ننقل لكم أحداث هذه المباراة. مرحبا بكم في ملعب يوروبا بارك، حيث الأجواء الرائعة والطقس الممطر وكل شيء هنا جاهز لمتابعة كبيرة جدا. من كبيرة التعليق تحياتي محدثكم فارس عواض، واليوم نحن على موعد مع مباراة من ضمن مباريات بطولة الدوري الألماني، فريق فرايبورغ في مواجهة هوفنهايم. أتمنى يهرب الكرة، مر فيها، طلق فيها، راح. أوهو، الهدف الأول لمصلحة الضيوف، يفتتحون التسجيل أمام الغريم. أي أجواء بمنعطف آخر في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل الشيء. كريم بنزيما، كريم وفرصة هدف الآن. كانت قريبة من المرمى، مرت بجوار القائم هذه الكرة. تواجد كريم بنزيما نتوقع الكثير في هذه المباراة، يقدم مستوى كبير جدا في هذا الموسم، وهذا واضح من خلال نظرة سريعة على الأرقام التهديفية المرعبة بين قوسين لأي خصم في هذا الموسم. يشكل تهديد كبير للخط الخلفي اليوم، ويمثل خطر الأول على أي خصم. بنزيما، عرضية جاءت القائم البعيد، لم تبعد الكرة بشكل سليم. يمكنهم تنفس الصعداء الآن. لوكا توزا، هل تشكل خطورة هذه الكرة أم أنه تقدم بدون عنوان؟ تاكلينج ممتاز. جيلسون مارتينز، تدخل هنا يوقف الخطورة. مايكل أنطونيو، تصدي ممتاز. الكرة ضاعت بعد تمريرة خاطئة. لوكا توزا، يفقد كريم بنزيما، كرة بتتحول للمنافس. ميخائيل أنطونيو، الكرة بين أحضان الحارس، حتى لم يضطر للتحرك من مكانه. بنزيما فشل في الاحتفاظ بالكرة. مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول أصبح لدينا رؤية بناء على ما حدث خلال دقائق هذا الشوط من خلال كرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. وصلنا هنا إلى ختام أحداث الشوط الأول من ملعب يوروبا بارك. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني. مارتينيز منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. فرصة لكرة مرتدة سريعة، يخترق ولديه مساحة. الفارق يتسع، الهدف يسجل ويصل إلى 3 أهداف. يا له من هجوم.
ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. مر فيها بنزيما بعد كريم، تدخل مثالي داخل ال 18. لوكا توزار، الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. من الصعب جدا مخادعة الحارس من مثل هذه الكرات أو هذه المسافات. ضاعت الكرة هنا بعد تمريرة تفتقد للدقة. ميخائيل أنطونيو، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. المدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. وهنا استعادة للكرة. قوة بدنية تظهر في حماية الكرة. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. لوكا توزار بيعدي فيها، بمر بيعدي، فرصة مستمرة. يا الله كادت أن تكون في المرمى، يا لها من تسديدة. واضح بأن الدقائق الآن فيها تدخل من جانب المدربين. نشاهد الأوراق في نفس التوقيت في هذه المباراة. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. يتدخل هنا ويقطع الطريق. ريتسو دوان، إذا دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل. صفرة نهاية المباراة وينجح الضيوف في الفوز على الغريم. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة. كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب. الآن تبدأ
تركيز كبير جدا عليه في لقاء اليوم، يشارك أساسيا في هذه المباراة بعد تأكيد رغبته في الاعتزال مع نهاية الموسم. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا في بث حي ومباشر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. معكم المعلق فارس عواض مشاهدينا الأعزاء، ولقاء إياب سيمي فاينل الكأس على بعد لحظات من الآن. فريق هوفنهايم ضد بشكتاش، أفضلية لأصحاب الأرض اليوم بعد الانتصار اللي كان في مباراة الذهاب الماضية، ويأملون حقيقة في إنجاز مهمة على أرضهم وبين جماهيرهم، وإلا تتأزم الأمور وتخرج عن السيطرة. وبالتالي من الضروري جدا بأن نشاهد الفريق يلعب بجدية كبيرة وتركيز واضح. كرة بتبعد وبيسيطر عليها، الله على اللقطة الماضية. اهتمام كبير والكل تحدث عنه اليوم قبل هذه المباراة. اللاعب حسم الشائعات واعلن اعتزال نهاية الموسم الحالي. مسيرة كبيرة من العطاء، لاعب خبرة في صفوف الفريق، لن يكون موجودا الموسم القادم، أكيد الفريق سيتأثر. خسارة لاعب مثله لن يكون من السهل تعويضها بكل تأكيد. أيضا الدور الكبير اللي كان يلعبه في غرفة الملابس لا يقدر بثمن، الخبرة سيفتقدها الفريق بدون شك. وهنا تحول في اللقطة، بنزيما انقاذ جميل التسديدة. ركنية إلى داخل المنطقة، وتبعد العرضية هنا. بنزيما اعتراض للتسديدة في هذا المكان. سينكتوسان، كرة بتروح للمنافس. تصويبة من مكان بعيد، الحارس يتصدى بكل هدوء لهذه الكرة. غزال، تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. بنشوف الآن التقدم الهجومي ماذا سيسفر عنا في النهاية، والكرة بوقف حارس المرمى بكل سهولة. يلماز، غزال، شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. تبدأ نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. اعتراض ناجح في توقيت مثالي. رمية تماس بعد تدخل ممتاز واعتراض للكرة. تبديل لمصلحة بشكتاش. يتدخل ويستعيدها في هذه اللحظات. يلماز، تسديدة سهلة اعتراضها.
بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. واضح الفريق يعاني في الاحتفاظ بالكرة. هدية هنا، فقدان الكرة بعد تمريرة سيئة. انطلاقة قوية هنا مشاهدينا إلى الأمام. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بهذه الكرة. يفتك الكرة في هذا المكان والضغط يتواصل. بالصعوبة أبعدها، لمسة من الحارس أبعد الكرة فوق العارضة. أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات. الكرة ترسل قريبة هنا، عرضية تصل لمنتصف في منطقة الجزاء. انتهت الحكاية وذهب التهديد. بنزيما، كرة خطيرة لبنزيما، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. آرثر ماسواكو، تدخل قوي حاسم لاستعادة الكرة. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. غزال، تدخل هنا ويقطع الطريق. غزال، دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. الآن تأتي فترة نهاية المباراة لتعلن رسميا وصول أصحاب الأرض للمباراة النهائية. الواجهة كانت صعبة حقيقة، التأهل كان بعد تنافس قوي في لقاء ذهاب وإياب وبفارق هدف وحيد. أكيد يستحق الاحتفال بهذا الفوز الصعب جدا قبل أن يركز على المواجهات المقبلة. شوط أول يبدأ من بشكتاش.